هذا الفرض غادي يخص مادة الرياضيات بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي، فرض محروس رقم واحد الدورة الأولى مادة الرياضيات. السؤال الأول، ضع وأنجز ما يلي. إذا غادي نوضعه وغنجزو ما يلي. نبداو عملية الجمع. إذا الوضع خصو يكون بشكل صحيح، صافي الوضع مهم. إذا هاد الأدوات الهندسية نخليهم جانبا حتى نحتاجهم، ونحاول نخرج التمارين ديالي. هنا عندي هاد العدد، هذا 670305 زائد ماذا؟ ونبدأ هنايا 2، هنا 4 4. إذا الوضع خصو يكون صحيح، 6 9، وغنحاول نجمع يساوي 5 زائد 2 7، 0 زائد 4 4، 3 زائد 4 7، 0 زائد 6 6، و7 زائد 9 يساوي 16. اكتبوا 6 واحتفظوا بواحد. 1 زائد 6 يساوي 7. إذا الجواب هو 766747. صافي، ندوزو الآن للطرح. كذلك نكتبوا هذا العدد، هذا 760845 ناقص ماذا؟ ناقص هذا العدد، هذا 6 4 5 2 4. دائما كنقول لكم الوضع خصو يكون صحيح، لان الا ما وضعتيش بشكل صحيح الاجابه بطبيعه الحال غادي تكون عندك خطا. 5 ناقص 6 لا يمكن، اضيف 10 وانزل 1 فتصبح 15 ناقص 6 تصبح يساوي 9. وهنا 4 غتصبح لي ناقص 5 لا يمكن، اضيف 10 وانزل 1. 14 ناقص 5 يساوي كذلك 9. مزيان، هنا تصبح لي 8 ناقص 6 2، وهنا 0 ناقص 10 لا يمكن، أضيف 10 وأنزل 1. 10 ناقص 2 8، 6 ناقص 5 1، وهنا 7 ناقص 0 يساوي 7. إذا الجواب هو 718299. الآن غادي ندوزو للضرب. 243 ضرب 53. 3 في 3 9، 3 في 4 كم يساوي؟ يساوي 12. أكتبوا 2 واحتفظوا بواحد. 3 في 2 6 زائد 1 7، وضع نقطة هنا. 5 في 3 15، اكتبوا 5 واحتفظوا بواحد. هو 5 في 4 20 زائد 1 21، وهي احتفظوا ب2. 5 في 2 10 زائد 2 12، اكتبها كاملة ثم أجمع يساوي 9. 2 زائد 5 7، 7 زائد 1 8، 2 هنا 2 هنا 1. إذا الإجابة هي 12879. إذا الضرب ديال 243 مضروبة في 53 شحال كتساوي؟ كتساوي 12879. دوزو السؤال الموالي، دائما في أنشطة العد والحساب. ثانيا عندنا أكتب الأعداد التالية بالأرقام والحروف. إذا اللي هما بالأرقام غادي نكتبهم بالحروف، واللي هما بالحروف غادي نكتبهم بالأرقام. لاحظوا معي هنا كيفاش نقراوها. 6,230,300، 6 ملايين و230,300. صافي، انا كتبت هذا العدد هذا بالحروف. دابا هذا العدد هذا اللي مكتوب بالحروف غنكتبو انا بالارقام. 25 مليونا، ها هي 25 مليون، و720 الفا، و720 الفا. واش العدد غادي تكتب غير هكا؟ لا، علاش؟ لان صنف الوحدات غادي يكون فيه الاصفر، باش غادي تقرا لي 25 مليونا و720 الفا. مليون ومئة وتسعة وخمسون، ها مليون، ومئة وتسعة وخمسون ألفا، 159,000 زد و18 هي هكذا. إذا مليون و159,000 و18. هنايا كيفاش غتقرا لي هذا العدد هذا؟ 54,000، ها هي 54,000 و900. ندوزو السؤال الموالي اللي هو السؤال الثالث، وانتبهوا معايا مزيان. السؤال الثالث عندنا، ضع الرمز المناسب مكان النقط، يعني الاكبر او اصغر. حنا قلنا في مقارنه الاعداد الكبيره اولا نقارن عدد الارقام الموجوده في هذه الاعداد. مثلا غنقارن هاد العددين هادو بجوج، شنو غادي ندير؟ اول حاجه نحسب شحال من رقم كاين هنا. 1 2 3 4 5 6 7، اذا هاد العدد فيه 7 ديال الارقام. 1 2 3 4 5 6 7، اذا بجوج بهم فيهم 7 ديال الارقام. اذا الا كانوا بجوج بهم فيهم 7 ديال الارقام، كنبدا اول رقم كنقارنو مع اول رقم في العدد الاخر. مثلا انا قارنت 2 مع 1، لان 2 اكبر من 1، وبالتالي هاد العدد هذا
أكبر من الآخر. ندوزو هذا العدد هذا، نشوفو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، إذا هذا فيه 8 ديال الأرقام، هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، كذلك غنقارنو شنو غنقارنو الرقم الأول واحد مع تسعة، إذا تسعة أكبر من واحد وبالتالي هذا العدد هذا أكبر من العدد هذا. ندوزو لهنا عندنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، وهنا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، إذا ستة ديال الأرقام ستة ديال الأرقام، غنقارنو تسعود مع تسعود بحال بحال. 5 مع 5 بحال بحال، 8 مع 8 بحال بحال، 4 مع 4 بحال بحال، وهنا عندنا 0 وهنا عندنا 3، وبالتالي هذا كبر من هذا، صافي؟ أمر بسيط جدا، تابعوا معايا، ندوزو للسؤال الرابع، فكك العدد التالي، إذا غنفكو هذا العدد هذا، مزيان، كيفاش غادي نفكوه؟ غادي نضربو، إذا 9 في كم؟ في كم سأضربو؟ إذا كنعوض 9 بواحد ونكمل بالأصفر، 1 2 3 4 5، وبالتالي دونك غادي ندير هكذا، هكذا. زائد ستة أو تاني مضروبة في ماذا؟ واحد في 10,000 زائد سبعة نضربها في 1000 زائد أربعة نضربها في 100 زائد خمسة نضربها في 10 زائد ماذا؟ زائد ثلاثة اللي غادي تبقى لي، وغادي نكون فككت هذا العدد بطريقه صحيحه. غادي ندوزو الان السؤال الخامس، رتب الاعداد التاليه ترتيبا تزايديا، اذا نفس الشيء اللي درناه في المقارنه هنا غادي نديروه هنا، غادي نرتبو تزايديا، يعني تزايديا يعني من الاصغر الى الاكبر، يعني كنزيدو، غنقلبو الان على ماذا؟ على اصغر عدد، فين هو اصغر عدد؟ اذا لاحظوا هنا 630,903 634,229 660,150 66,900 و 678,420، اذا كما تلاحظوا هنا هذا في 6 ديال الارقام، هنا 6 ديال الارقام، هنا 6 ديال الارقام، هنا 6 ديال الارقام، ولكن هذا في 5 ديال الارقام، وبالتالي هذا هو اصغر عدد 66,900، غادي نضربو عليه، غادي نديرو واش الرمز هكا ولا هكا؟ بالعكس غنديرو هكا، لماذا؟ لأنه هاد الشهادة دائما كبر من هذا، إذا هنا كنشوفو الرقم الأول ستة 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 ستة، هنا ثلاثة، هنا ثلاثة، هنا ستة، وهنا سبعة، إذا شكون اللي صغير؟ طبيعة الحال ثلاثة مع ثلاثة، وغنقارنو عاوتاني هذا ثلاثة هنا ثلاثة هنا زيرو هنا أربعة، إذا أصغر عدد هو 630,903، جات هادي، موراها هادي 634,229. عاوتاني من موراها غادي نقارنو هنا ستة ستة هنا ستة هنا سبعة، إذا هذا صغر من هذا 660,150، من بعد عندنا 678,420، صافي، وكنكون رتبت هاد الأعداد ترتيبا تزايديا من الأصغر إلى الأكبر. ندوزو لا كيسيون 6 و كيسيون اون فرونسي، هذا في إطار التناوب اللغوي، إذا دخلنا واحد التمرين باللغة الفرنسية. بوغ شاك نومبغ إكخي أون لاتخ، بالنسبة لأي عدد مكتوب بالحروف، أونتوغ سون إكخيتور كوغيسبوندونت أون شيفر، غادي ندورو على الكتابة ديالو بالأرقام، دونك أ 4042 4042 4042، إذا هادي شنو كتقرا؟ هادي كتقرا 4,042,000، هذه كتقرا 4,042,000، وهذه كتقرا 40,042، إذا الجواب صحيح هو الثاني. ب 3,708 3,708 في نهاية، إذا هذه 3,708، هنا 300,708، وهذه 3,708، إذا الجواب صحيح هو أنطونيو لاباج. غادي ندوزو للمسألة، مسألة تابعوا معايا، مسألة على أربعة نقط، اشترت شركة تجهيزات منزلية من خارج المغرب بثمن 3,000,000 درهم ودفعت بذلك للجمارك 750,000 درهم، ثم باعتها بثمن 4,550,000 درهم، فهل هذه الشركة ربحت أم خسرت؟ إذا نحن نعرفوا واش الشركة ربحت ولا خسرت، إذا الشركة ربحت، ربحت، لأن إذن رابحت، هعلاش؟ أول حاجة غنحسبو المصاريف، غنحسبو، إذا نقسمو هادي على جوج، نحسبو أولا المصاريف، إذا غنحسبو المصاريف اللي خسرات هاد الشركة، إذا بشحال شرات داك التجهيزات المنزلية؟ شراتها ب3,000,000، إذا ثمن الشراء هو 3,000,000 درهم، ياك؟ والجمارك شحال خلصت للجمارك؟ خلصت للجمارك 750,000 درهم، وبالتالي المصاريف هي
إذا غنديرو عملية طرح صافي 3,750,000 درهم، هذا هو المصاريف. وباعت الشركة الأجهزة المنزلية بثمن أو بمبلغ 4,550,000 درهم صافي. إذا المبلغ اللي باعت به الشركة ذاك الأجهزة المنزلية من بعد ما جبتها للمغرب باعتها ب4,550,000 درهم. دابا باش نعرفوها واش ربحات ولا خسرات شنو، غنديرو الثمن اللي باعت به ناقص الثمن ديال المصاريف صافي. إذا نديرو 4,550,000 درهم ناقص 3,750,000 درهم، وغنديرو صفر ناقص صفر 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 صفر، وهنا صفر، خمسة ناقص خمسة صفر، خمسة ناقص سبعة لا يمكن نضيف 10 مزيد واحد، إذا 15 ناقص سبعة تساوي 8، وغتبقى لي هنايا 4 ناقص 4 صفر، وبالتالي هنايا شحال هادي 800,000 درهم. 800,000 درهم هو المبلغ الذي ربحته الشركة صافي. إذا الشركة ربحت وليس خسرت صافي. ندوزو الآن للمجال الرئيسي الثاني وهو أنشطة القياس، وعليه 6 ديال النقط. المجال الرئيسي الثاني غادي نحتاجو الجدول التحويلات بطبيعة الحال. إذا أنشطة القياس عندنا ثلاثة ديال الجداول هنا كما تلاحظون، هناك تلاحظوا هكتومتر المتر ديسيمتر سنتيمتر يعني جدول وحدات قياس الأطوال، وهنا عندنا طن كيلوغرام هكتوغرام الغرام ميليغرام يعني جدول وحدات قياس الكتل، هناك تلاحظوا ديسيمتر مربع متر مربع سنتيمتر مربع يعني جدول وحدات قياس المساحة. إذا كما قلت لكم غادي نستعملوا هذه الجداول، هذه عندي مصوبة هنايا في واحد الورقة. إذا جدول وحدات قياس الكتل، قياس الأطوال، هنا قياس المساحة، وهذا قياس السعة بالنسبة للتخزين الرقمي، هذه كتكون بالنسبة للمستوى السادس ابتدائي صافي، يعني ما كايناش بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي لحد الساعة. إذا غنستعملوا هذه الجداول باش نحول، غنجيب قلم الرصاص، نلاحظوا معايا شنو أول حاجة، غنستعملوا جدول وحدات قياس الأطوال صافي، 4 ديسيمتر أو بيان 4 هكتومتر 5 ديكامتر، غنحولوها للمتر. إذا 4 هكتومتر، فين هي 4 هكتومتر؟ هي هذه، ها هي 4، لأن غنحولوها للمتر، إذا غنضيف جوج ديال الأصفار. 5 ديكامتر، فين الديكامتر؟ ها هي الديكامتر، 5 ديكامتر، وهنا نحولها إلى المتر، ثم سأجمع 0 5 4، وبالتالي الجواب هو 450 متر، غنكتبها هنا 450 متر، إذا 4 هكتومتر 5 ديكامتر كتساوي 450 متر. ندوزو للتحويل الثاني، عندنا 205 ديسيمتر، فين هي الديسيمتر؟ هنايا 205. إذا 205 فين شنو كنكتب في الديسيمتر؟ كنكتب رقم الوحدات، إذا 5 غنكتبو في الوحدات، 5 ها 0 ها 2، غنحولوها لين إلى السنتيمتر، ها السنتيمتر، إذا شنو غنزيدو؟ غنزيدو 0، غتولي لي 2050 سنتيمتر، إذا 205 ديسيمتر كتساوي 2050 سنتيمتر. إذا تحويل بسيط جدا، خصكم غير تركزوا، لاحظوا هنايا عندنا الهكتوغرام والكيلوغرام إتيتيغا، دونك غنستعملو جدول وحدات قياس الكتل وليس الأطوال. إذا 7 طن، فين هو الطن؟ ها هو الطن، لأن غنحولوها إلى الهكتوغرام، فين الهكتوغرام؟ هنايا، إذا 0 0 0 0، 70,000 هكتوغرام. دابا غندوزو 35 كيلوغرام، فين هو الكيلوغرام؟ إذا الكيلوغرام هو هذا، ماذا سأكتب في الكيلوغرام؟ نكتب 5. 35 هكذا، إذا غنحولها لهكتوغرام تاهي، ثم سأجمع هكذا 0 5 3 0 7، وبالتالي الجواب الصحيح هي 70,350 هكتوغرام. إذا 70,350 هكتوغرام. ندوزو التحويل الموالي، عندنا 267 غرام، نحولها للميليغرام، 267 غرام، إذا ماذا سأكتب في الغرام؟ نكتب 7، علاش؟ لأن رقم الوحدات ها هو 7 6 2، نحولها إلى ماذا؟ إلى الميليغرام، فين هو الميليغرام؟ هنايا، إذا غنزيدو 3 ديال الأصفار، 0 0 0، وبالتالي غتولي لي 267,000 ميليغرام، 267,000 ميليغرام، صافي، ميليغرام، إذا هذا هو الجواب الصحيح، وغادي نكون كملت دابا بالجدولين ديال وحدات قياس الأطوال ووحدات قياس الكتل. دابا يبقى لي جدول وحدات قياس المساحه، غنستعملو في هذا السؤال الاخير، في هذا التحويل الاخير. لاحظوا 3,070 ديسيمتر مربع، نحولوها الى سنتيمتر مربع، ونحولو 95 متر مربع الى سنتيمتر مربع، ومن بعد غادي نجمع. دائما غنستعمل قلم الرصاص باش الا خطينا ان ممكن ندركوا الامر. اذا 7,070 ديسيمتر مربع، ماذا سأكتب في ديسيمتر مربع؟
صفر سبعة صفر سبعة، سبعة آلاف وسبعون ديسيمتر مربع. نحولها إلى ماذا؟ إلى السنتيمتر مربع. إذا إلى الوحدات، غنحولها من الوحدات إلى الوحدات. صفر صفر، دابا عندنا 95 متر مربع. هي 95 متر مربع، هي هكا كتكتب. علاش؟ لأن هذا رقم الوحدات وهذا رقم العشرات. هنايا دائما كل خانة مقسمة إلى اثنين، وحدات وعشرات. ثم نحولها إلى ماذا؟ إلى السنتيمتر مربع. صفر 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 صفر، ثم سأجمع. صفر صفر صفر، هنا سبعة، هنا خمسة، وهنا سبعة زائد تسعة ستة عشر. أكتب ستة، احتفظ بواحد هنا وتهود لي هنا، وغتصبح لي شحال تساوي لي؟ 1,657,000 سنتيمتر. إذا 1,657,000 سنتيمتر مربع. إذا أنشطة الهندسة كذلك بسيطة جدا. السؤال الأول، أرسم الزاويتين التي قياسهما هو الآتي. إذا غنستعملوا بطبيعة الحال باش نرسموا الزوايا، غنستعملوا المنقلة. صافي، المنقلة هي هذه. غنحاولوا نرسموا باستعمال قلم الرصاص بطبيعة الحال. صافي، استعمال قلم الرصاص. لاحظوا هنايا زاوية 70 درجة وهنا 130 درجة. لاحظوا، إذا أول شيء غادي نرسم واحد الخط هكذا، ثم سأضع عليه نقطة هكذا، مثلا نقطة هنا، النقطة غادي تسمى مثلا أو المركز. ثم سأضع هكذا مركز المنقلة. مركز المنقلة هو هذه التقيبة، هذه مركز المنقلة على الرأس أو، وضلع الحامل للمنقلة على الضلع الحامل للزاوية هكذا. ثم سأحسب 0 10 20 30 40 50 60 70. 70 هنا، غنوضع نقطة هكذا، وغادي نحاول نصل المركز مع هكذا هكذا. إذا هذه الزاوية شحال القياس ديالها؟ 70 درجة، قياسها 70 درجة. ندوزو هنايا، نحاولو كذلك نرسمو خط هكذا، ثم مثلا نوضع الرأس أو مثلا هنا، ثم غادي نحاول نوضع مركز المنقلة على الرأس أو هكذا. وسأحسب 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 هنا. هاي 130. إذا نحاول نصل داك النقطة مع أو. لاحظوا معايا هكذا. إذا هاد الزاوية هذه كاملة شحال القياس ديالها؟ 130 درجة. وبالتالي غادي نكون رسمت باستعمال المنقلة زاويتين قياسهما على التوالي 70 درجة و 130 درجة. ندوزو للسؤال الثاني والأخير في المجال الرئيسي الثالث وهو الهندسة. أملأ الجدول التالي. هذا الجدول هذا غنملؤه. رمز الزاوية، إذا الزاوية عندنا أ أو بي، الرمز ديالها شنو هو؟ بطبيعة الحال غادي يكون هو أ أو بي. صافي، والرمز ديالها بطبيعة الحال غندير واحد الشابو على أو. علاش؟ لأنه هو المركز أو الرأس. صافي، رأسها، رأسها أو، ها هذا هو الرأس ديال الزاوية. ضلعها أو أولا ضلعاها، إذا دائما الزوايا عندها جوج ديال الأضلاع. الضلع الأول هو أو بي، إذا هكذا، و أو أ. صافي، إذا علاش درنا هكا؟ معقوفة وقوس حيتاش نصف مستقيم، إذا محصور من هنايا ولكن من تما محصورش، ما عرفينش فين هي بي وفين هي أ بالضبط. قياسها، إذا قياسها خصنا نستعملو المنقلة. لاحظوا القياس، نستعملو المنقلة. مركز المنقلة على الرأس أو، وهنا الضلع الحامل للمنقلة خصو يكون ثابت ومطابق ل بي الى او او بي. ثم نحسبوا نشوفوا شحال القياس ديال هذه الزاويه. غنحاول نصل بهذا المسطره، هذا نستعمل المسطره. اذا الزاويه القياس ديالها غادي يكون هو 55 درجه. صافي، القياس ديالها 55 درجه، اذا 55 درجه. اذا نديروا 55 درجه هنا. اذا النوع ديالها، اذا كان القياس ديالها 55 درجه، وبالتالي نوعها هي زاويه حاده. صافي، زاويه حاده. لماذا؟ لانه حنا عارفين الانواع ديال الزوايا. حادة قياسها من 0 إلى 89 درجة. قائمة قياسها 90 درجة. منفرجة قياسها من 91 درجة إلى 179 درجة. ومستقيمية، مستقيمية قياسها 180 درجة. صافي، هذوما هما الأنواع الأربعة ديال الزوايا. كان معكم الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.